السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا ابوني وديروا اعجاب بالفيديو الى عجبكم، ما عجبكمش ديروا ديزلايك وخليو لنا كومونتير الى ما فهمتوش شي حاجه، وان شاء الله غنجاوبكم على كل شيء ان شاء الله وما يكون غير الخير. كنا بدينا لا بارتي ديال ليروزيون، بدينا في لا بروميير بارتي دو ليروزيون، كنا وقفنا في ليروزيون مارا. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا ليروزيون مارين، وغادي نكون في هذا الفيديو هذا ليروزيون مارين ليروزيون غلاسيير، وغنساليو من ليروزيون باش الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على لي ترونسبور دي بارتيكول سيديمونتير. المهم نبداو على بركة الله. ليروزيون مارين، لي فاك اي لي كورون مارين سون دي اجون ديروزيون qui contribue au façonnement des rivages. Donc, qui fait que nous avons fait le rasme de l'Iknar, c'est le l'Iknar. Maintenant, bien là, le bhar, qui s'aime عنده واحد الدور كبير في انه كي هذه الارض، هذا الرمله ديال البحر وهذا الشاطئ ديال البحر. هذا البحر هذا ملي كيكونوا كيضربوا المواج في هذه الجهه هذه كيجر لينا ديك الرمله وكيردها لينا اللور. هذا سي تان تيب دي غوزيون، هذا واحد النوع ديال لي غوزيون، يعني ملي كيضرب هذا البحر هنايا كيضرب فوق الرمله وكيعاود يجرها معاه، يعني هذا سي تان تيب دي غوزيون. Mais ces derniers sont également actifs en milieu marin profond. Sur les littoraux, l'érosion marine produit des falaises, les encoches et les plateformes d'abrasion. Et les plateformes d'abrasion en milieu marin profond, les courants peuvent déplacer des matériaux creusés, des chenoux. Au niveau des côtes, l'érosion est le résultat de plusieurs facteurs qui agissent généralement l'ensemble, dont les plus importants, la force des vagues et des courants marins, les chocs provoqués par les débris de roches transportés par les vagues et l'action chimique de l'eau marine. Ok, donc Adim Dor fait la partie Adim, généralité sur l'érosion marine, je ne y ai. دونك حنا قلنا بان في البحر كيكونوا دي كورون مارين اللي كيمشيو كيبردوا لنا من ليكواتور، كيمشيو كيهاجروا لنا من ليكواتور كيطلعوا فيغ لو بول كيبردوا لنا ديك لا بارتي وتعاودوا يرجعوا وعاودوا يمشيو لهنا ويمشيو هنا ويسخنوا. المهم كاين واحد لو شيما كيورينا لي كورون مارين في كيدوزو في الكره الارضيه. واخا هادوك لي كورون مارين هذيك الطريق ديالهم ملي كيكونوا كيتحركوا غاديين وكيدوروا كيكونوا شنو عندنا حنا تحت اصلا، شنو كنعرفوا كاين تحت البحر؟ كاين حجار، كاين التراب او لا دو سابل، يقدر يكون دو لارجيل اوسي. دونك كاين حجرات، هذوك لي كورون ما نهار على نهار على نهار على نهار على نهار كيهزوا معاهم لي بارتيكول، كيقدروا انهم يديروا تقيبات وسط الحجر، يعني كيكونوا تقابي وسط الحجر، كيقدروا انهم هاد الحجرات هادو يقدروا باغ لابغاسيون، يعني نهار على نهار على نهار بداك لي غران دو كوارتز اللي كاينين في التراب في 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 الرمله كيقدروا يبقاو يضربوا في ديك الحجره حتى كي يردوها ليس، كيردوها ملسه، كيقادوها كتكون مثلا كتقدر تكون مثلا كنقولوا لها ماضيه مثلا تكون هكا وترد يردوها ملسه بحال هكا. هادشي اللي بغيت نشرح لكم. يقدر قلنا كما قلنا كيقدروا يديروا دي كاناليزاسيون وسط الحجر، يعني كيديروا دي كان وسط الحجر، كتكون حجره كيبقى يتقبها كيبقى بدوك لي كورون كيتقبوها. كيقدر ان ديك الحجره تولي فيها تقيبات تتقب، تولي فيها تقبعنا تقبعنا تقبعنا، هادشي بلي كورون معاه وبلاكسيون شيميك ديال الماء، حيت الماء اصلا اسيد عند فيه واحد
في واحد لو بورسونتاج ديال لاسيديتي حيت راه فيه الملحه زائد. احنا شنو قلنا؟ قلنا بان الملحه وبان الملحه والماء واللي هضرنا عليه احنا هو لا تمبيراتور وليميديتي يعني الماء ولا تمبيراتور كيساهموا بشكل كبير في الالتيراسيون. يعني هاد الحجره هذا ديال البحر لتحت غتوقع ليه التيراسيون حتى ليغوزيون. وهاد ليغوزيون حنا قلنا بهذه الطريقه هذه قلنا يعني ليغوزيون غادي يكون كيهز لي بارتيكول وكيضرب في هاد الحجره وكيهرسها اولا كيتقبها. المهم حنا غادي نشوفوا هاد الشيء باغ ديتاي. وهاد ليغوزيون هذا كيقدر يكون على حساب لا فورس دي فاغ يعني على الجهد على حساب الجهد ديال ديك الموجه. يعني الا كانت واحد الموجه اللي هي واحد البحر فيه موجات كبار بزاف وكيضربوا في ديك البلا في ديك لا فاليز يعني في ديك مثلا في ديك الحافه كانوا موج كبار وكيضربوا فيها فبيان سور غادي نهرسوها بواحد السرعه. ولكن الا كانوا فيها موج غير صغار دي صغارين والفاليز ولا فاليز قدا قداك يعني ديك يعني ديك الحافه اللي كتكون كتطلع البحر كبيره وهذا سميتو هاد المواج هادو صغارين يعني ما غاديش ياثروا عليها بزاف والتاثير ديالهم غيكون بعيد بزاف غيكون خصو ملايين السنين. يعني لا فورس دي فاغ يعني الجهد ديال الموجه عنده واحد الدور حتى هو في ليغوزيون. لي كورون مارين هما اللي هضرنا هنا هنايا لي شوك بروفوكي باغ لي ديبري دو روش ترونسبورتي باغ لي فاغ. يعني هاد الموجه هادي ملي كتكون جايه وباغا تضرب كتكون هازه معاها لي غران دو كوارتز وكتكون هازه معاها الحبيبات ديال الرمله ملي كتضرب هنايا فهاد الفاليز هادي سواء فاليز سواء كتضرب في شي مرجع بحال هكا كله صخر اولا كتضرب حتى في الرمله النيس راه كتكون كتدير ليها ليغوزيون. اكثريه الا كانت كتضرب في شي فاليز بحال هكا مثلا شي حافه ديال الحجر وكتكون هي هازه معها لي غران اولا كتكون هازه معها هذاك الصم اللي كيكون صغير كيكون في البحر اولا اي حاجه كتكون هازه معها وكتضرب بها ديك هاد الحيط هذا هنايا هاد لا فاليز هادي شنو كيوقع؟ عام على عام على عام بيان سيو غادي تهرس هاد البلاصه هادي. ملي غادي تهرس هاد البلاصه شنو قلنا غيوقع؟ غيتشقق هاد البلاصه من هنايا وغادي طيح هاد لا فاليز من هاد الجهه هادي. دونك حنا غنشوفو هادشي باغ ديتاي. لاكسيون شيميك دو لو مارا ولاكسيون شيميك بيان سيو شنو هي لاكسيون شيميك؟ هي ان الماء مع الماء قلنا مع ديك لاغوش مع مدة طويلة راه غلاكسيون شيميك ديالو راه غادي تبدا تبان يعني غيبدا ياكل من ديك الحجرة غيبقى ياكل فيها. اوكي هادي سيتون اكسيون اللي هي شيميك كيميائية. كاين هاد ليغوزيون ماغان فيه ليغوزيون دي فاليز فيه ليغوزيون دي كوت باز وفيه سيتو هادشي اللي فيه في ليغوزيون دي فاليز اي ليغوزيون دي كوت باز. اوكي ليغوزيون دي فاليز شنو هما لي فاليز؟ قلنا هما الحافات هاد الحافات هادو اللي كيكونوا هنايا في البحر وهادو كيكونوا متواجدين باكثريه في كيكونوا في المحيط الاطلسي كيكونوا فيه بزاف. الا لاحظتوا في المحيط الاطلسي غتلقاو فيه هاد الحافات هادو بزاف يعني على طول المحيط الاطلسي تقريبا في هاد الاطلسي المغربي بيان سور في هاد الحافات هادو. دونك ليغوزيون دي فاليز في دون لو كا دو فاليز دور يعني و دون لو كا دو فاليز توندر يعني في الحاله ديال واحد لا فاليز يعني واحد الفاليز اللي كتكون دور يعني قاصحه بزاف قاصحه يعني مصنوعه ماشي صخر من الصخر يعني. ودي فاليز توندغ احنا غنشوفو شناهوما لي فاليز توندغ اللي كيكونو رطبين احنا نشوفو مناش مصنوعين. دونك غنمشيو دابا لي فاليز دوغ اللي هما كيكونو صلبين يعني صلبة بزاف او بيي دو لابغوبت لاكسيون ميكانيك دي فاك اون بارتيكولي لوغسكيل سون ارمي دو بروجيكتيل تيل كو لي غالي بروفوك لا فورماسيون دو لونكوش دو سابيمون. شناهو لونكوش دو سابيمون؟ لا انا لا راح تشوف هذا الرسم هذا هاد النيفو هذا حد هنا هو ملي كيوقع لنا الجزر
يعني ملي كيكون البحر هابط، ملي كيكون البحر هابط هو ماغي باز، هي ماغي باز. ماغي هوت يعني ملي كيكون عندنا المد، ملي كيكون عندنا البحر كيطلع ياك. الا لاحظتوا ملي كيكون البحر هابط كيكون بعيد على الفاليزيا، شتيها هي انا مقيسهاش واحد وحده هنايا، ولكن ملي كيطلع البحر كيولي كيقيس لنا فيها. يعني ملي ملي غادي يبدا البحر يطلع شنو غادي يدير؟ غادي يبدا يضرب بالمواج ياك، غادي يبدا يضرب بالمواج، غادي يبدا يضرب بالمواج، غادي يبدا يضرب بالمواج. شنو غيبقى يتقب هاد البلاصه؟ غيبقى يتقبها، غادي كيتقبها، وغادي تكون لينا اون اونكوش دو سابيمون. شنو هي اون اونكوش دو سابيمون؟ حنا غادي نشوفوا شنو هي، غادي نحاول نرسمها لكم هنا نيت، وراني شرحتها لكم هنا ونعاود نشرحها باش كلشي يفهم. دونك هنايا عندنا هنايا حافه ياك، هنا هكا هادي 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 سيت اون فاليز، نديرو حنا فاليز دوغ. هاد فاليز دوغ هي اللي كتوقع على لونكوش دو سابيمون، هي اللي كتكون قاصحة، اما اللي كتكون رطبة كطيح. غنشوفو بار ديطاي هاد المسائل. هنا الماء د البحر، اوكي هاد الماء د البحر غادي يبقى يضرب هنايا، هنا بالمواج بلي فاك. هنا وهاد لي فاك شنو، هاد لي فاك شنو هازين معاهم؟ لي غالي. شنو هما لو غالي؟ هو الصم. يقدروا يكونوا هازين معاهم لو سابل، حتى هو لو سابل شنو فيه؟ لي غران، فيه لي غران دو كوارتز. وشنو هما لي غران دو كوارتز؟ اصلا لو سابل منين كيجي؟ كيجي لنا من الغرانيت، يعني من لا ديغراداسيون ديال الغرانيت. يعني الغرانيت ملي كيديغرادا لينا كيعطينا لو صابل. لو صابل شنو فيه؟ والغرانيت اصلا شنو فيه؟ فيه الكوارتز. ولو صابل هو فيه الكوارتز، والكوارتز هو واحد المعدن اللي هو جد قوي، قوي لواحد الدرجه كبيره بزاف، يعني كيأثر على الصخور، يعني كيهرسهم. يعني هاد الماء هذا هز مع دوك لي غران دو كوارتز، وهز مع دوك لي غالي يعني داك الصم، وكيزيد لك الجهد وكيضرب. هنا شنو غيوقع على هاد البلاصه هادي؟ غادا كتدخل مع الوقت، غادا كتدخل، غادا كتدخل، غادا كتدخل. شنو غيوقع هنايا؟ تقبها، تقبها في هاد الجهة هادي، يعني هاد البلاصة هادي غادي غادي تولي هنايا عندنا واحد لونكو. هاد التقبة هادي اش كتسمى؟ كتسمى ان لونكوش دو سابيمون، كتولي بحال هكا. نحاول، المهم هادي غتكون هاك، هادي كتسمى سي تون لونكوش، اونكوش دو سابيمون. اوكي هادي شنو غير؟ هادي غادي تفقد التوازن ديالها بيان سيو، باينه ياك. غادي تجي لهنا غادير لها طق 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 طق، شنو غيوقع لها؟ غادي طيح، صافي باينه. ومني غادي طيح غادي داك غادي يبقى هنايا داك الرماد، داك التفرتيت ديالها عاوتاني غادي يعاود يبقى يضرب فيه الماء، يضرب فيه يبقى يجرب يجرب شويه بشويه حتى غادي يمشي. هذا سي تان تيب ديروزيون اللي كيتسمى ليروزيون دي فاليز دور. دونك مشيو لهنايا فورماسيون دو بلاتفورم ليتورال، يعني ان هذا ملي غادي يطيح شنو غيوقع؟ غادي يطيح هنايا حجر كبير، وهذاك الحجر الكبير غيبقاو يضربوا فيه عاوتاني لي غالي ولو سابل، يبقى يضربوا فيه حتى غيزيدوا يفرتو شويه. غتولي هاد البلاصه هادي مستويه، يعني غتولي ترجع بحالك، يعني ترجع هادي وهادي تساوى، يعني هادي طاحت ترجع بحالك. سي تون بلاتفورم، هاي ليتورال، بلاتفورم ليتورال. سيت اونكوش s'approfondit progressivement jusqu'à un moment où les roches en surplombe s'écroulent sous l'effet de pesanteur. La mer alors déblaye les éboulis qui se sont déposés aux bases de la falaise. Le phénomène recommence une fois les éboulis déblayés. La falaise recule, produisant ainsi une plateforme d'abrasion. Dans le cas des falaises tendres, il y a des falaises tendres, argileuses ou marneuses, qui sont l'argile, le marne. Marneuse ou le marne, j'ai le calcaire. Le calcaire
كيتبدل كيعطينا لو مارن ارجيلوس تاعو مرا يقدر يكون فيهم شي حاجه ديال الكالكر. On ne trouve généralement pas d'encoche de pas, pas encoche par une encoche basale. Ce type de falaise évolue rapidement par glissement qui se font de deux manières. Décollement par rotation, hein, ou faille panamienne et fluage lié à un chauffe-eau. Had no had a deal les falaises. Mais tu caches les l'encoche. لونكوش دو سابيمون اللي كنا رسمنا هنا التقبه هذه اللي هنايا يعني ماشي كيبقى يضرب فيه كيضرب فيه الماء حتى كيتقبو من هنا وعاد كطيح على حسب اللي حيت ما كتبقاش شاده ليكيليبر وكطيح. لا هذا بحال اللي قلتي بحال اللي قلتي اصلا كيكون رطب ومع الهوميديتي وداكشي شنو كيوقع ليه مع كيبقى يشرب في الهوميديتي وداكشي كيطيح طرق كيطيح كيكون رطب صافي تيطيح و كيطيح سوا هكا سوا كيكون دابا جبل و تيطيح هكا و كيبقى الحجر واقفين هكا بحال فهاد لا فورم هادي سوا انه كيطيح كيتردم نهائيا و كيتسمى لو فلواج. ملي كيتردم نهائيا كيتسمى فلواج. ملي كيطيح و كيبقى فهاد الشكل هادي يعني كيبقى واقف كيتسمى ديكولمون روتاسيونيل. ديكولمون علاش؟ حيت ديكولا من بلاصتو يعني تقلع من بلاصتو روتاسيونيل يعني تغوطا يعني تبدلات لي لا بوزيسيون ديالو. دونك غنمشيو دابا ليغوزيون دي كوت باز. L'érosion des côtes basses est en soi un phénomène naturel. La mer vient chercher du matériel à un endroit pour venir le redéposer ailleurs. Yani, les côtes basses, c'est normal. Ou le. Ou le. Chawate. Yani, chawate. Adi. Chawate. Adi. Fi arramla, ma fi walo. Adi. Yani, qui kun plat. يعني ماشي بحال لي فاليز فيهم لي فاليز فيهم الحافات. لا هذا عادي كيكون مستوي. دونك كاين لي كوت باز غوشوز يعني لي كوت باز يعني كيكون مستوي ولكن فيه الحجر. وكاين لي كوت باز موبل يعني كيكون ها هو راه باز ولكن موبل. موبل يعني راه سوا غيكونوا فيه لي غران سوا غيكون فيه سميتو داك لو سابل غيكون فيه لي سابل غادي يكون سوا غيكونوا فيه لي سابل سوا غيكونوا فيه دي غران اللي هما شويه كبار. ماشي مشكل. نبداو في لي كوت باز روشوز. سون كاركتيريزي بار ليسكاربمون روشوز. سي كوا ان اسكاربمون؟ ان اسكاربمون شوف اسكاربمون لي فاغ اي سون بلو فراكاسونت. L'érosion dans ce type de côte montre une zonation typique. Ok. Kain les lapiers. Bada had had no hada qui kun sbub sbub le mouaj li ki kunu jit kouya. Ou gadi kun ta chimik hait sana kini tqabi. Had shi darori mi kun dakhlina chimik hait darori kini tqabi. Lapiers situés au-dessous du niveau de la haute mer. Touché par les ondes brunes et lors des tempêtes, la taille de 0,5 m de largeur sur 0,25 m de profondeur. Ok. Les lapiers, généralement, on m'a dit. علاش علاش جا فوق الهوت ماري؟ نشوف الهوت ماري يعني المد يعني ملي كيطلع البحر كيوصلنا لحد هنا يعني هذاك الحجر اللي جا فوق منه اللي ما كيوصلوش البحر نهائيا سميتو لو لابيي. لو لابيي يعني الحجر اللي جا لفوق وكيكون بارتفاع ديال 0.5 متر وكيكون في العرض ديال 0.5 متر. كاين لي بلاتفورم افاسك. شنو هما لي فاسك؟ الفاسك هو المرجل. المرجل ما عرفتش فينا تكونوا شفتوه في لي كوت عاوتاني ديال الاطلسي حتى هما فيهم هذا النوع هذا ديال لي كوت. لي بلوت لي بلاتفورم افاسك بارتي ديكوفيرت ا مي ماري يعني الى ديكوفيرت ا مي ماري كوفيرت ا هوت ماري فورمي بار دي ماس اسي لارج
102 mètres carrés et à fond plat et peu profond, 3 à 10 cm, tapisé d'algues vertes. Ok. هذا النوع هذا اللي كيكون كيقيسو في لاهوت ماري يعني ملي كيكون المد كيقيسو الماء وليني ملي كيكون الجزر ملي كيكون ملي كيهبط البحر ملي كيهبط ما كيقيسوش ما كيوصلوش يعني كيوصل لحد هنا يعني كي يعني ملي كي ملي كي ملي كيجي الجزر كيولي لك باين كي ملي كي ملي كيهبط البحر كيولي يبان لك راه هو الحجر وليني ملي كي ملي كيطلع البحر كيغطيه البحر هذا هو اللي كيتسمى les vasques, les plateformes à vasques, les plateformes, عندهم la plateforme يعني sous forme plat, عنده la forme اللي هي plat, les plateformes à vasques, يعني المرجل عنده la forme اللي هي plat, وهذا كيكون أغلبية tapisé avec les algues vertes, يعني كيكونوا فيه les algues vertes, يعني كيكونوا فيه عايشين فيه les algues vertes, les algues vertes. علاش كيكونوا عايشين في لي زالك فيرت حيت كيكون مقيوس بالماء وحنا عارفين بان لي زالك كيعيشوا في الماء وكاينين اللي كيعيشوا ما بين الماء وما بين الريح دونك هاد لو تيب هذا يقدر يكون كيعيش في لي دو ميليو دونك هاد كيكون تابيزي يعني كيكون عايش فيه حتى لي زالك اللي هما نباتات لي مار دو ديفونسمون دي فاسك مار دو ديفونسمون دي فاسك هما هادو Dans la moitié inférieure de la zone de balancement des marées, la plateforme est perforée d'un réseau de trous de quelques mètres de superficie, chacun où se trouvent des mares de plusieurs décimètres de profondeur. Hada kif ma katlahdo, qui kon qaysa la base marée, qui kon qaysa le bahar mni kihbot aw la jazr kiqiso, ou mni kitla. عاوتاني كيقيسو وكيغطيه كاع وكيكونوا فيه دي ترو اللي هما كبارين بزاف كيكونوا فيه دي ريزو لداخل يعني كيكون متقب الحجر كيكون متقب من الداخل وهادي باغ لاكسيون شيميك بيان سور وغاتكون تا باغ لاكسيون دو ليروزيون علاش حيت داك الحجر باش كيضرب وداك لو صعب كيما قلنا اللي كيجي من لو فون هادي كيسبب هاد التقابي وهاد الشكل هذا ديالو وهذا كيتسمى لا مار دو ديفونسمون دي فاسك Falaise de base mer. La falaise de base, yani la base mer, il y a le fond des mers. Sur le niveau de la base mer, yani qui coule tête. Ça fait dit qui coule tête dans le bahar, dit l'akhir ma kayn f les vasques, ou la vasque falaise de base mer. Ou had les quatre côtes bases rocheuses li qrina. Nasiha annakum تحفظوهم وهذا الشيما هذا ترسموه في الدماغ ديالكم باش تكونوا عارفينه الشيما غادي ترسموه في الدماغ ديالكم باش تكونوا عارفينه شنو كاين كاين هكا كاين هاد لا بارتي بحال هكا هذا ستان ديسان اللي هو سامبل كاين واحد لا بارتي اللي هي هكا بلاتفورم فاسك وكاين لا بيي اللي كيكون بحال هكا هذا كيكون مقيوس لينا في المياه بالماء في باز ماغي اوكي هذا كيتقاس لينا غير في لاهوت ماغي عندنا تقريبا سمحوا لي راني تقريبا حيت هذا ما خصوش يتقاس وهذا كيبقى ديما مكشوف اوكي هذا لا بيي هذا البلاتفورم افاسك بلاتفورم à vasque, هذا c'est un mar de défoncement des vasques ou had chi li tahet niya tahet tahet كاع falaise de base mer صافي هذا خصكم ديروه في الدماغ ديالكم باش اللي باش يتحط اللي بغى يتحط المهم نتوما راكم درتوه في الدماغ ديالكم وراكم غتعرفوا تجاوبوا الا دخلتوه في الدماغ راكم غتعرفوا تجاوبوا ان شاء الله les côtes bases meubles يعني les côtes bases meubles هما الشواطئ اللي كتكونوا من واحد من الرمله اولا من حيت كيكون حيت كيكون واحد لي غالي اللي هما صغار كيكونوا بحال الكياس وكيكون مدور مزيان ياك كيكون في البحر كيكون عنده واحد لا فورم اللي هي جد اغوندي مزيان كتكون مدوره مزيان كيكون في البحر حتى هذا كنسميوه موبل حيت هو راه كيتحرك ليكزامبل دون بلاج
Les matériaux d'une plage sont constamment mobiles, et sont sans cesse déplacés. Le budget sédimentaire d'une plage est défini par la somme de l'alimentation et de l'érosion. Ainsi, la plage peut engraisser si la somme est positive, éroder si la somme est négative et rester stable si la somme est nulle. مثلا هنا قال لك لي كوت باز موبل ليكزومبل ديون بلاج هما اللي كيكونوا مثلا فيهم الرملة مثلا البحور اللي كتكون فيهم الرملة مثلا هذا البحر هذا فيه الرملة ils sont censés déplacer le budget de plage est défini par donc le budget d'une plage est défini par يعني واحد لا بلاج كنعرفوا بانه واش كيفقد الرمله او لا كيكتسب الرمله او لا الرمله فيه ستابل كيفاش الرمله فيه ستابل يعني انها ما تحركش انا عطيتكم مثال ديال الرمله تقدر تكون شي كايا صغير يقدر يكون كوكياج ما يمكنش نعرفوا المهم لي كوت باز اللي هما موبل حيت كاينين لي كوت لي 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 الشواطئ اللي كيكونوا مصوبين من الكوكياج كيكون الكوكياج كي 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 تاكوميلا في الشاطئ هاد لي كوت باز موبل الا كانت كتجينا مثلا الرمله كديبوزا لينا هنايا مثلا نقولوا حنا 10 طن في السنه والبحر كيجر لينا 10 طن في السنه ديال الرمله يعني كي ايغودي 10 طن و10 طن كيكتسبها من لا سيديمونطاسيون يعني من لاكوميلاسيون ديال لي سيديمون كي جمع لينا 10 طن و10 طن كيجروها لينا للمواج يعني هاد يعني هاد كيبقاو يضربوا الموج وكيجروها يعني هذا شنو نسميو هذا كي ريست ستابل سي لا سوم اي نول هذا ريست ستابل حيت كتنقص لينا 10 وكتزاد لينا 10 وزائد 10 ناقص 10 شنو هي هي زيرو لا سوم اي نول اوكي دابا غنمشيو ايغودي سي لا سوم اي نيجاتيف مثلا هنايا كتوصل لينا هنا 10 طن اللي كتوقع لها لا سيديمونطاسيون كتاكوميلينا في البحر ولكن البحر كيجر لينا نعم سيدي 12 طن في العام انا هذا مثال وصافي كيجر لينا 12 طن يعني كتنقص لينا من هذا الرمله هذه يعني كيضربوا المواج وكيجروا لنا 12 طن يعني 10 ناقص 12 شحال كتساوي ناقص 2 يعني لا سوم اي نيجاتيف لا سوم نيجاتيف يعني شحال نقولوا ليه يعني ايرودي يعني هذا كيوقع ليه لي تتوقع ليه ليغوزيون يعني كي تيغودي يعني يعني البحر كياكل منه كي ايغودي ايغوزيون راكم عارفين شنو هي اونغريسي سي لا سوم اي بوزيتيف اونغريسي شنو هي مثلا هذا البحر هذا لا سيديمونطاسيون هي 10 طن في العام وليغوزيون كتوقع غير 8 ليغوزيون اللي كيجر لينا البحر غير 8 طن في العام يعني لو نقصنا 10 من 8 شحال تعطينا 10 يعني بوزيتيف يعني هذا اونغريس يعني كيزيد كيكبر يعني ولا كيزيد كيتضخم اونغريس سي لا سوم اي بوزيتيف وكنتمنى تكونوا فهمتوا L'érosion d'une plage peut être due à des causes naturelles ou à l'intervention humaine. Il y a une plage qui peut être érodée, soit soit l'action humaine. يعني سوا بتدخل البشر تدخل البشر راكم عارفين راه يقدر كيكونوا كيهزوا منه الرمله كيكونوا كياخذوا منه داك مثلا الرمله هي اللي اصلا كيتخاد من الشواطئ بزاف يقدروا مثلا كيقدروا كياخذوا منه الرمله كيشفروها منه ولا كياخذوها منه كيستخدموها في البناء وهذه يعني شنو غيوقع ليه غتوقع ليه ايروزيون شنو هي على انترفونسيون هومان
L'érosion, d'abord entre l'eau, d'abord ça l'inam l'érosion marine, entre l'érosion glaciaire, ou quand maintenant, annani, nous conseillons à comment la partie, mais ça l'inam la page a dit, je me disais, tiens, voilà, les conquêtes. L'érosion glaciaire, un glacier est une masse de glace plus ou moins étendue qui se forme par le tassement de couches de neige accumulées, écrasées sous son propre poids. La neige expulse l'air qu'elle contient. Se soude en une masse compacte et se transforme en glace. Ok. Fais-moi un dictionnaire. La glace, l'érosion glaciaire, je n'ai d'abord, كطحلي نتلج. اوكي هذيك الثلج تقد تجمع اوكي تقد تجمع تزيد طبقة اخرى تزيد حتى توصل مثلا نقولوا حنايا 100 متر ديال الثلج كما كاينه في انتاركتيكا اللي كاينه في القطب الجنوبي راه كاينه 100 متر ديال الثلج وكاين تكتر كاع في الاعماق هاد الثلج هذا ملي غادي يطيح ويبقى اكوميلا شي فوق شي يبقى يتجمع شي فوق شي يعني بديك لا بريسيون الكبيره باش كيضغط شنو غيوقع هادوك لي بول دار يعني دوك الجزيئات ديال الهواء اللي كيبقاو هنا محبوسين ما بين الثلج كيتاكسبلزاو يعني كيخرجوا منين غيخرجوا هذيك لا غلاس شنو غتولي ملاصقه بيناتها هذيك لا نيج يعني الثلج غيلصق بيناتو غيولي غلاس جليد يعني في الاول كيكون ثلج كيطيح كيبقى شي فوق شي ومعاهم الهواء وبدك الضغط كتقد تدفع داك الهواء كامل كيخرج كيبقى غير الجليد كيبقى غادي وكيتدفع غادي وكيتدفع شنو كيوقع كيتكومباكت مزيان في الاخر كيولي لنا غلاس يعني جليد وهذه هي سميتها هذه هي الباراغراف اللي هضرنا عليها لي موفمون دان غلاسيي كيفاش كيتحرك لا غلاس في الجبل يعني الجبل تحت الجنا وتحت الجنا وتحت الجنا وتاكيميلا بيناتو ودار الطريق ديالو بحال شي وادع بحال قلتي طاح الماء ودار الطريق هو دار الطريق ديالو هنايا غنشوف الطريق ديالو منين داز هنا اوكي لو موفمون دي غلاس دي غلاسيي بروفوك trois groupes de processus d'érosion. Il y a les groupes de processus d'érosion qui déroulent les glaces. Il y a l'abrasion, l'enlèvement, l'arrachage de blocs et l'érosion fluvio-glaciaire. Alors, je vous coule une fois. Il y a l'abrasion mécanique provoquée par le frottement de la glace chargée de matériaux rocheux sur le substrat. Ce frottement conduit à des creusements de petits silons de quelques millimètres de profondeur, appelés les stries glaciaires parallèles à la direction d'écoulement de la glace. Je ne sais pas si vous avez dit la glace est peut-être une bizarre. Je ne sais pas si vous avez dit. اصلا لا غلاس ملي غطيح يكون هنا حجر كان هنا حجر قبل حجر وكياس ورمله حجرات كبار اوكي وشي فوق شي الحجرات شي فوق شي هذاك ملي غادي يهبط حنا شنو قلنا في هذه الصوره هذه قلنا انه كيهبط مع الجبل حيت ملي غيبدا يتاكوميلا راه غيولي يزلق يولي يهبط شنو ملي غيبغي يهبط شنو غيوقع شنو قلنا هنا الحجر فوق الحجر
مع الضغط ديالو مع كيدفع ومع الضغط مثلا هادو هما الحجرات وهادي هي الثلج طاحت عليه ومع الضغط ديالها ومع الحجر شي حجر فوق حجر والثلج كيتخط وكيدفع كيدفع وكيتجر هكا شنو غيوقع هذاك الحجر بيناتو كيتحك بيناتو فهمتي داك الحجر كيتحك بيناتو كيدير لينا خطوطه كيدير لنا خطوطه او لا بحال كي 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 بحال كيجرح ديك البلاصه كتسمى دي ستري غلاسيير يعني الحجره كيولوا فيها الشراطي كتشرط فهمتي بحال شديتي شي بحال شديتي شي ساروت ودرتي ليها هكا وشرطتيها هكا انت شرطتيها وبقى ديك الشرطه هذاك هو لو ستري غلاسيير وهذاك لو ستري غلاسيير بحال دابا هاد الحجره هادي كيكون باراليل على ديريكسيون دو لا غلاس يعني كيكون موازي يعني موازي لديك لا ديريكسيون يعني في الاتجاه ديالها يعني داك الخط كيكون بيان سيغ راه يكون في الاتجاه مازال انها هي غادا هكا يعني غادي لنا ديك الخط في هاد الجهه هذيك الحكه في هاد الجهه يعني كيكون في لا ديريكسيون ديال لو موفمون دي غلاس يعني لا غلاس لا تحركات هكا راه غتخلي لنا الشراط ياك فوق سميتها مع الحجر بيناتو لاغاشمون دو بلوك لو غلاسيي اغاش دي بلوك روشو لور دو سون موفمون لون سي بلوك سورون انكوربوري دون لا مورين دو فون L'arrachement donne aux roches dites moutonnées une morphologie dissymétrique. Ils sont polis à l'amont, là où le glacier est compressé sur la roche et anguleuse à l'aval des obstacles, là où le glacier se décolle de la roche et ou par regel des eaux sous-glaciaires, des morceaux de roche sont arrachés. Ok. D'abord, on a l'altération ou l'érosion. Les roches moutonnées que nous avons faites la partie, dans une vidéo, nous allons faire un chapeau. كاين على الشكل وليني من الاحسن انني نرسمو لكم باش تفهموا مزيان عندنا السيدي واحد الحجره هكا طاحت الثلج 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 حتى وصلت لواحد النيفو تبريسات وتحيد الهواء ولا الجليد يعني هادشي هذا طاح فوق منه الجليد ولا فوق منه جليد هكا فوق هاد الصخره هادي هذاك الجليد خصو يتحرك غادي كيتحرك والحجر فوق منه ولو صابل وشحال من حاجه حنا شنو قلنا ديك الحجره غيبقى يدفع الجليد هكا غيدفع يعني هاد البلاصه اللي هنا غتولي ملسه غتولي ملساء حيت كتحكى بالحجار وبالجليد وهادي غتولي ملساء ولين لا بارتي اللي من هاد الجهه هادي دابا لو سونس ديال لو موفمون ديال لا غلاس فهاد الاتجاه هذا فهاد الاتجاه هذا غادي يعني هاد البلاصه هادي غتولي بولي يعني غتولي ملسة هنا بقاو الاحتكاك ديال قوه الاحتكاك ديال الثلج فوق من هاد الجبل هذا ومع هاد الحجر هذا ماشي جبل هادي سي اون روش يعني فوق هاد الحجره هادي ومع الحجر فوق منها يبقى يحك هكا وغادي وغادي يعني غتولي بولي يعني غتولي عندها واحد ملسه من هنا بولي يعني 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 زوينه ماشي زوينه بالضبط وانما المهم نحاول نشرحها لكم بطريقه اخرى تولي ملسه من هنايا صافي ومن هنا يعني هاد البلاصه هي اللي كيبداها في الثلج ومن هنا هي ملي كيتحيد الثلج يعني غادي من هنا يعني غادي من هنا وغيخرج من هنا يعني ملي غيبغي يخرج من هنا شنو يوقع غيجر معاه هاد الطروفه هادو اللي من هنايا غيجرهم معاه غيهرس هاد الحجره وعلاش غيهرسها حيت حنا شنو قلنا في الالتيراسيون كاينه واحد النوع ديال الالتيراسيون كيتسمى جيل دي جيل وكاين لا روش ملي كتبرد مزيان كيكون ساهل باش انها تهرس يعني بديك البروده وبداك الضغط ديالو غادي يهرسها من هاد الطريفات هادو غادي يهرسهم منين غادي يهرسهم اشنو غيوقع غتولي من هنا ملسه ومن هنا مهرسه هنا ملسه ومن هنا مهرسه يعني شنو غيوقع لينا
الى دابا هاد الثلج هادي كي غنلقاو حنا هاد الحجره هادي غنلقاوها دايره بحال هكا، يعني غنلقاوها بحال هكا وغتلقى هاد البلاصه هادي مهرسه هكا وهاد الحجيرات هنايا مهرسين هاكا. غادي تلقى هاديك شو كي ولات هاي من هنا راه ملسة مزيان، ومن هنا هاي مهرسة تهرسات. هادو سي سو سون لي روش لي روش موتوني، يعني كيتسماو لي روش موتوني هما بسبب لا كلاص كيوقع عليهم بحال هكا. وهاد لي روش هادو كيكونوا معروفين غير في لي زون لي فيهم لا كلاص، وكنا كنستعملوهم باش نحددو المناطق اللي كان فيهم الجليد هادي بزاف ديال السنوات، يعني قبل التاريخ، يعني باش كيحددوا العلماء مثلا باننا حنا عندنا فرنسا كان فيها الجليد كيشوفوا واش كاينين هاد لي غوش موتوني، شحال من حاجه كاينه. ولاني هاد لي غوش موتوني من بين الحوايج اللي كيتابعوهم العلماء وكيحددوا بهم بان ديك البلاصه راه كان فيها الجليد، حيت الجليد ملي كيطيح كيخصو يتحرك، ومني كيتحرك كيشكل لنا هاد النوع ديال هاد الحجر. ولا كان عندنا هاد النوع ديال الحجر يعني ان الجليد راه داز من تماك، يعني ديك البلاصه راه كانت متجمده. وهادي في ليستوار لي زيستوار دي كليما كاين شرحت هاد المسائل هادو، وغادي تلقاو هاد لي غوش مودوني. هو هذا الشكل ديالها النهائي، ها هي لابغاسيون بوليزاج، يعني كتولي ملسا ناتجه، قلنا غادي تولي ملسا من هاد لابارتي هادي. هاد لابارتي غادا تهرس ديريكسيون دو موفمون و دو بلوك اراشي. ان كا بارتيكولير دو ليروزيون غلاسيير اي كونستيتوي بار ليروزيون غلاسيو كارستيك. Ce type de modèle est rencontré dans les zones calcaires en même temps que d'autres formes karstiques. Nous avons un exemple de glaciocarstique. Comme dit Google, l'érosion glaciocarstique est le type d'érosion qui occupe les zones calcaires. Je ne sais pas si le glaciocarstique qui fait d'ailleurs. Qu'est-ce que Google? شناهي كتبوا ايروزيون غلاسيون كارستيك وغيعطيكم تصويره اللي غادي ماشي هادي، هادو سي سون دي روش موتوني، يعطيكم تصويره على هاد لي روش كارستيك باش تشوفهم كيفاش داير. المهم لابغاسيون لاغاشمون دو بلوك في ليروزيون غلاسيير هادي اللي معروفه وهي اللي كنخدموا بها حنا بزاف، هما لي روش موتوني. هذا سي ان كا بارتيكولي، اصلا هذا سي ان كا بارتيكولي، يعني نادرا ما كيوقع. L'épaisseur d'un glacier peut atteindre des 100 centièmes متر، يعني كيقدر يوصل حتى ل 100 متر في العرض ديالو، يعني كيبقى يطيح حتى كيوصل ل 100 متر. سي تون ماس امبورطونت كي اجي سور لا روش دو فون كوم ان بولدوزر، يعني ديك الحجره اللي لتحت كيبقى يهبط عليها هذا بحال شي تراكس، يعني كيقدر يقلع من البلاصه بقوه داك الثقل ديالو ديك لا بريسيون ديالو. لو كروزمون سو في بروغريسيفمون ا ميزور دو ليكولمون سور لو لون بيريود دو تون او كور دو تون فون سو كروزي دي فالي اون يو لوغ كي بو اتاندر ان اوسي دو دي سنتيم دو متر دو بروفوندور. وحتى هاد الثلج هذا كيقدر انه مع السنوات، مع منين كي مثلا بحال دابا من هنا حنا قلنا كيهبط من هنايا وغادي يهبط من هنا داك الثلج، وغادي يهبط من هنايا وغيتجمع بيناتو وغادي تخوى هنايا، ومني غيبغي يدير الموفمون ديالو فهاد الاتجاه هادي غيبدا يجر معاه في لي بلوك، يعني هو طايح هكا. مثلا نعطيكم مثال، نحاول نبسط شوية. مثلا هادو هما الحجر اوكي، هادو هما الحجر، هادي هي الارض وهادو هما الحجر. غادي نجي انا الثلج غادي ندير بحال هكا، وغادي نبقى بداك الثقل ديالي وداك الشيء كامل غادي نبقى نجر هكا هكا هكا، غادي نبقى نجر غادي نهز معايا لي بلوك، يعني طروفة كبار ديال الحجر. قد جر شنو شكلت هنايا؟ بحال شي واد، شتيه؟
شكلت هنا بحال شي واد، يعني بقى واد الجناب هادو وبقى واد الجناب هادو، وهذا الشيء جريته بالثقل ديالي وداك الشيء. شنو شكل لينا؟ واد هو هذا، سي اون فالي اون نو، كتسماو كيتسماو لي زوغ، وكيقدر هاد لا فالي هادي تكون فيها حتى 100 متر ديال العمق، يعني واد فيه 100 متر ديال العمق، حيت اصلا داك الثلج اللي كانت غاده فوق منه كانت فيها 100 متر، يعني بقات كتجمع كتجمع وتقالت وجرات داك الشيء كامل، بقات غاده ورا ما ماشي تسمع جرات صحاب هاد الشيء راه كيوقع في عام، لا راه كيقدر يتحرك 20 سنتيمتر في العام او لا 10 سنتيمتر في العام او لا 2 سنتيمتر في العام، يعني هاد الشيء هذا خصو ملايين السنين باش كيحفر لك واحد الواد قدو قد هكا في العمق، يعني هاد الشيء راه داز عليه ملايين السنين، وهي الثلوج هنا وكتجر 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 وتقدر تذوب وتعاود تجي ثلج اخرى وتعاود تجر عاوتاني شويه، وهي غادا حتى كيتقبل لينا هاد 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 الشيء هذا، هاد هاد الواد هذا ها هو واحد الواد عاوتاني من هنايا. وهذا الشيء اللي كاين، كنظن انني ساليت معكم ليغوزيون. ندخلوا ان شاء الله في لو ترونسبور دي بارتيكول سيديمونتير في اقرب وقت ان شاء الله. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لي دو بارتي ديال لالتيراسيون اي ليغوزيون. داو لينا بزاف ديال الوقت، ولكن المهم حنا عندنا هو ان الانسان يفهم، و منين يدخل الامتحان السؤال كيف ما تحط كيف ما تحط، سواء ثقافة عامة سواء في الكورس سواء في ما تحط السؤال خصك تجاوب عليه، هذا هو الأهم عندنا حنايا. الفيديوهات راهم طوالين، ولكن المهم تفهم الكور وتعرف ما تكتب وتمشي وانت تايق في نفسك وعارف راسك انك عندك معلومات. كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم في الفيديو وان الفيديو ما يكونش ممل، وكنقول لكم اخوتي الله يعاونكم والله يسهل عليكم، وما تنساوش تابوناو باش تشجعوني حتى انا نكمل معكم ونكمل فهاد المشوار هذا ديال نعطي لي كور بحال هكا، والله يسهل عليكم وديروا لنا جيم وتابوناو وعطيو لصحابكم حتى هما يفهموا، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.